سجود السهو يؤتى بها لجبر ما قد وقع من قصور في الصلاة نسيانا أو عمدا ما يتعلق بالأركان أو الواجبات، والتفصيل فيه على النحو التالي: إن كان الإنسان قد سهى عن ركن فيجب عليه أن يأتي بالركن ثم يسجد سجود السهو، وإن كان الإنسان قد سهى في صلاته عن واجب فلا يلزمه ولا يأتي بذلك الواجب الذي تركه. أما قضية الجلوس فإن سجود السهو إما أن يكون قبل السلام وإما أن يكون بعده، ولو صنعه كله قبل السلام قال بهذا بعض أهل العلم المتبوعين، فيكون الإنسان بعد أن يفرغ من قراءة التحيات التي هي أصل الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء يسجد سجدتين يجلس بينهما ثم يسلم. بعد السجدة الثانية يا أختي الكريمة تسلمين مباشرة، سواء كنت ممن يرون السجود قبل السلام أو بعد السلام. بعض أهل العلم يفصل يقول إذا كان السجود عن نقص في الصلاة يسجد قبل السلام، وإن كان عن زيادة يسجد بعد السلام.